التنشن والكومبريشن على اولى سنه اولى حط ماتيريال فاكرينها ولا لا؟ ماشي. ده اختبار من الاختبارات عندنا، بنعمل للمواد عموما بنعمل حاجه، بنعمل اختبارات للمواد عشان نشوف قدره تحملها للايه، سواء لضغط او شد او بندنج. النهارده بندنج اللي هو ايه؟ الانحناء. هل الماده هتقدر تستحمل الانحناء ولا لا؟ فعندنا البندنج ده بيتم ازاي؟ لو عندنا حاجه زي كاميرا، عارفين الكاميرا؟ ماشي؟ بيأثر عليها حمل زي الكاميرا دي كده، شايفين الكاميرا دي؟ بيحصل لها بندنج. انحناء منين؟ من الحمل اللي من فوق، الحمل اللي فوق اللي هو ايه؟ السقف اللي زي ده. بيأثر عليها، بس دي حاجه اسمها ديستريبيوتد، موزع. ماشي؟ دي حاجه ادفانسد في البندنج. فالمفروض ان بيحصل ايه؟ بيحصل لما الحمل يأثر من فوق، ايه اللي هيحصل الكاميرا دي؟ هيحصل لها ايه؟ هبوط. الهبوط ده انت مش هتشوفه، عشان هو هبوط محدود. تمام؟ يعني بيحصل هبوط في المنطقه اللي في النص. تمام؟ زي دي كده. الحمل هنا دي كاميرا. تمام؟ كاميرا ممثله كده، فيها سبورتين، يعني ايه سبورتين؟ يعني دعامتين، هنا اهي دي دعامه الحيطه، والناحيه الثانيه دعامه سانده على كاميرا ثانيه. فاهمين الموضوع ده؟ تمام؟ دعامتين ماسكينها كده. فالنص هنا المنطقه اللي مش ممسوكه، هيحصل فيها ايه؟ هبوط. الهبوط ده حاجه اسمها ايه؟ الدلتا. تمام؟ فاهمين؟ ال حالات التحميل بقى، يا اما يكون الحمل ده مركز، لان انا عندي كاميرا وفيها حمل مركز، يعني الحمل مركز في النص كده والباقي اليمين والشمال فاضي زي دي كده، الحته دي فاضيه ودي فاضيه بس في حمل هنا. او يكون الحمل ده حمل جاي من الجنب، زي حمل ايه الاحمال اللي بتيجي من الجنب مثلا على اي حاجه، على المنشا مثلا، الرياح، مش الرياح دي جانبيه؟ لما تيجي على الكاميرا دي هتيجي بشكل جانبي. ماشي؟ الزلازل، لو تعرفوا تعرفوا عن الزلازل، الزلازل حمل ايه؟ افق جانبي. تمام؟ كل الاحمال دي جانبيه. ماشي؟ فبيحصل ايه؟ لو خدتوا ثانويه عامه، الناس اللي ثانويه عامه، ماشي؟ المهم في ناس ما بتبقاش ثانويه عامه عادي. الناس اللي ثانويه عامه خدوا حاجه اسمها برضه العزم. فاكرين العزم؟ القوه في زراعه العزم بتجيب منه؟ فاكرين الحوار ده؟ فعندنا الكاميرا ايه؟ ارتفاعها وليكن ال. تمام؟ النيوترال اكسس بتاعها في النص، ماشي؟ لما الحمل يجي هنا وفي مسافه هنا ال على اثنين، هيعمل ايه؟ عزم. صح؟ ماشي؟ العزم ده لما تيجي على حاجه وتعمل لها عزم كده، هتحصل ايه؟ هيحصل لها انحناء. متخيلينها؟ كاميرا وجاي عليها عزم من هنا ومن هنا، تضغطها كده، هتعمل ايه؟ هتنحني جوه. صح؟ في مشكله؟ ماشي؟ دي حالة التانية. الحالة التالتة إن يكون جاي عليها عزم من بره، مش قوة اللي سببت العزم، لا جاي عليها عزم من بره. المهم تعرفوا الحالات ازاي، ايه انواع حالات التحميل، او ممكن يكون الحمل ده ديستريبيوتد زي ما هو باين قدامكم كده، ما يكونش مركز. بس انتوا دي حاجات ادفانس ما لكوش دعوه. ماشي؟ يبقى انتوا عرفتوا بس حالات التحميل، يا اما حمل مركز، يا اما اندر اكسنتريك لود، يعني حمل متشفت، او تحت تاثير حمل خارجي. دي الثلاث حاجات. بعد كده عندنا فروض نظريه البندنج مومنت. ايه الفروض النظريه؟ عشان خاطر ندرس الماده ونحطها تحت اختبار بندنج مومنت، لازم تكون الماده لها نفس الخواص في الشد والضغط. لها نفس الخواص في الشد والضغط، يعني ايه؟ يعني نفس قوتها في تحمل الشد، نفس قوتها في تحمل الضغط. دي فروض، لكن يعني في الواقع مفيش الكلام ده. تمام؟ تاني حاجه ان القطاع المستعرض يفضل دايما مستوي، يعني قطاع مستعرض. شايفين الكاميرا دي؟ الكاميرا دي لو مثلتها كده، متخيلينها؟ كده. ماشي؟ ده القطاع المستعرض يفضل مستوي. ماشي؟ القطاع المستعرض هو الجانبي ده يفضل مستوي. ما يحصلوش أي كسر أو انحناء. دي الفروض، ده الفرض التاني. تالت فرض معانا إن المادة تكون معرضة لمومنت بس، يعني مش داخلة تحت تأثير حمل تاني. يعني إيه حمل تاني؟ يعني ما تكونش معرضة لشد وضغط أو أي حاجة أثناء الاختبار. تكون معرضة لحاجة، عشان إحنا بندرس إيه؟ المومنت. فلازم تكون معرضة لإيه؟ المومنت بس. عشان نعرف ان القوه اللي طلعت دي نتيجه المومنت بس، مش نتيجه حاجه خارجيه تانية. ماشي؟ اخر حاجه معانا الكاميرا متجانس، متجانسه، عارفين انت هوموجينيوس. يعني كل الخواص في كل نقطه في الماده نفس الخواص، مش مختلفه. مفيش شوائب، مفيش حاجه خاص. تمام؟ دي فروض نظريه البندنج، لازم تعرفوها عشان دي السؤال ده بيجي في الامتحان. ده اشهر سؤال اصلا في الجزء ده. بعد كده عندنا حالات التحميل بقى. ماشي؟ دي كيس اوف لودنج، انواع التحميل بقى. الحمل ده ممكن اللي هو كونسنتريتد ده يكون زي ما احنا قلنا ان هي ايه؟ نقطة واحدة. أو ممكن يكون ايه؟ نقطتين.
جيت على الكاميرا وحطيت حمليه مش حمل واحد، او ممكن يكون كانتليفر. ايه كانتليفر؟ عارفين البلكونه؟ البلكونه دي طايره بتبقى مسوكه من ناحيه وطايره من الناحيه الثانيه في الجو، ده الكانتليفر زي ما احنا شايفين. ماشي. هنا حاجه اسمها 3 بوينت رود. يعني ايه 3 بوينت؟ نقطه ادي الثانيه ادي الثالثه ادي الثالثه 4 بوينت 1 2 3 4 كانتليفر من هذا. ماشي. انهي افضل واحد فيهم او انهي خدته رسم خدته ستراكشر؟ مش ستراكشر، مش ستراكشر. طيب بص خلاص بلاش اخدت تفاصيل عشان ما تكونش ايه لما يجي يقول لك في الامتحان انهي اكثر نوع يفضل في اختبار البندنج مود. لو انا عاوز اعمل اختبار لعينه انهي اكثر نوع يفضل؟ ماشي. هيكون الايه؟ الفور بوينت رود اللي هو ده. ليه بقى فور بوينت رود؟ احنا مش قلنا من فروض ان هي تكون معرضه للعزم فقط؟ يفضل انها تكون معرضه للعزم بس. في حاجه عندنا اسمها شير ستريس. اجهاد ايه؟ القص. ايه اجهاد القص؟ عندنا الكاميرا دي ماشي؟ لو في حمل جاي من فوق بيه وهي ممسوكه بسبورتين، كل سبورت هياخد كام؟ دي على اثنين. يعني لو الحمل ده 10 كل واحد هياخد كام؟ 5 و5. مش كده؟ فككم الرسمه دي عشان رسمه الموت مش هتكتبوها. 5 و5 ماشي؟ لما تيجي على حاجه من الطرف كده تحط لها حمل من الجنب بتقصها بتعملها عمليه امتصاص. يعني تخيل كده الموبايل ده جيت له من الجنب كده وحطيت له حمل. ماشي. الحمل ده عشان يضغط فوق ايه اللي هيحصل؟ هيعمل زي سكينه بتقص لفوق. ده حاجه اسمها الشير ستريس. حمل قص بيقص. سبورت ده بيقص في الجنب عشان جاي على الطرف. بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها ايه؟ قص. فاهمين؟ زي ده كده. ده السبورتين اهو. دي الكاميرا ودي السبورتين. جاي عليها حمل من فوق هنا 10، هنا 5 وهنا 5. يحصل من الطرف ايه؟ اقتصاص. هيحصل قص كان في حاجه سكينه بتقص الناحيه دي. فالقص ده عندنا حاجه اسمها الشير فورس. حاجه ثانيه زي المومنت. المومنت عباره عن ايه؟ عن عزم. يعني ايه؟ ديفليكشن. الشير عباره عن قص. فاحنا عاوزين ان الحاجه الناتج اللي طالع يكون نتيجه المومنت بس، القص ملوش علاقه في الموضوع. صح؟ فهنمثل الشير فورس في الثلاثه ونشوف انهي علاقه في الثلاثه مش هيكون الشير فورس، هيكون الشير فورس فيها بيساوي ايه؟ صفر. ماشي. شير فورس ده بيمثل ازاي؟ هتيجي مع الشمال ماشي، هتحط هنا 5 وهنا 5 وتطلع مع السهم اللي طالع هنا بكام؟ ب 5. صح؟ مش قلنا هنفترض دي 10 يا جماعه في النص اهي شايفينها دي؟ هتيجي هنا ب 10 اهي. صح؟ 5 و5 في مشكله؟ هتقف هنا وتبص هتطلع 5 ايه؟ لفوق وهتمشي. هتروح ال 10 مثلاها هتنزل سالب 5. هتيجي هنا تلاقي طبعا بتقفل معاك. فاهمين الموضوع ده؟ فاهمين؟ فاهمين؟ هنا دي 10 هتبقى 5 و5. هنيجي نقف هنا ونبص الناحية دي. يعني تخيل انك تقف هنا كده وتبص الناحية دي، الناحية دي كده. تمام؟ الخمسة دي بقى طلع صح؟ هطلع معاك. هتمشي، هتيجي هنا تلاقي 10، 10 هتنزل الخمسة ايه سالب 5. هنعتبر ان ده اكسس بيساوي الصفر، ده نقطة الصفر. سالب 5 هتمشي هتمشي هتلاقي نفسها وصلت ايه؟ 5 هتبقى عند ايه؟ بعد كده عندنا في اختبار انواع من اختبارات اللي هو البندنج ده. ماشي؟ اول حاجه اختبار اسمه الهوت بند تيست. من ايه اسمه هوت بند تيست؟ يعني بسخن العينه وبعدين ايه؟ اتنيه. تمام؟ تاني اختبار اسمه نيك بند تيست. ثاني او رقبه. ماشي؟ حمل الرقبه بيتم عمل رقبه وبعدين اتني العينه. يعني ايه عمل رقبه؟ شايفين الكاميرا اهي؟ ماشي؟ بعمل لها رقبه حاجه زي حرف الفي شيب. بس وبعدين اتنيها عشان اسهل عمليه ايه؟ الثاني بتاعها. تمام؟ اعرفوا اسمائهم بس. ثالث حاجه اسمها كونش بند تيست. كونش يعني ميه. معناها ايه؟ ان انا بسخن وبعدين ابرد بالميه. وبعدين ماشي يبقى في هوت ونيك بنت تيست واكونش بنت تيست واخر حاجه الكولد بنت تيست. يعني بتنى على البال بجيب الكاميرا في مشكله. نتيجه التاني ده في عندي اربع انواع من الشروخ. مش انا الكاميرا مسكتها وخليتها ادي الكاميرا اهي ماشي. ده
ده الشكل البدائي للكاميرا للكاميرا. بص بقى لما تنزل الكاميرا مش هتنزل كده، تخيل الشكل ده تمام. لما يحصل كده انهي منطقه اللي هيكون فيها شد؟ انهي منطقه اللي هيكون فيها شد؟ اللي تحت. اللي تحت ليه؟ وانا مش بضغط كده اللي جوه هتحصل لها ايه؟ الضغط صح. تخيل جبت مسطره وعملت كده اللي جوه ايه بتضغط واللي بره بتشد. يبقى عندنا انواع شروخ مختلفه. الشروخ اللي بره هتيجي ايه؟ شد، واللي جوه كومبريشن. سمعت عن حاجه الشير فورس؟ الشروخ بتاعتها بتبقى على حاجه ما زاويه معينه اسمها 45 درجه. وفي شروخ عشوائيه هتبقى في الماده اللي هي متوزعه كده، شروخ بقى مختلفه كده في الماده دي بتيجي في ايه؟ الشوائب. يبقى داخليه كومبريشن، خارجيه تنشن، 45 شير، شوائب بتكون متفرقه. في مشكله في الكلام ده؟ بس فاضل ايه؟ شكل الانهيار. في الماده الضغطيه ما بيحصلش انهيار بطيء جدا. يعني ايه؟ يعني العينه لما بتعملها كده ما بتنطقش، لكن بتضعف بس، تكون حاجه اسمها بلاستيك هينج بتضعف. ماشي؟ لكن ما بتنطقش. في الماده البريتل، عارفين يعني ايه بريتل بتضطر اصلا؟ بترجع لماده مانيه. ماده مانيه نعرف نشكلها. البريتل زي ايه؟ زي الازاز ده. الازاز ده انا لو لمسته اللي هيحصل بسرعه. مفيش بقى ولا شيء ولا هيستعمل اي حاجه. وده اللي بيحصل هنا. لو انا جبت الازاز ده حطيت له سبورتين وضغطت الحمل في النص، اول ما اضغط هيكسر بدون مقدمات. هيكسر نتيجه ايه برضه؟ الشد. لان الفيلر بيحصل نتيجه ايه؟ الشد. والشد اللي بيحصل بره صح؟ هي من جوه بتنضغط مش هيحصل لها انهيار، انما من بره بيحصل شد فبتطلع. تمام؟ يبقى كده عرفنا شكل الشيب، فراكشر شيب. هنا ما بيحصلش فيلر وهنا بيحصل فيلر نتيجه الشد. العوامل المؤثره ايه؟ التست سبيد. كل ما زادت التست سبيد، العوامل المؤثره على اختبار البيلدينج، كل ما زادت سرعه الاختبار كل ما الاسبيرنس بتاعها زاد. الابعاد بتاعت العينه، كل ما زاد طول العينه كل ما زاد قلت السيجما. ليه طول العينه كل ما زاد قلت السيجما؟ عارفين الباكلينج؟ شايفين الباكلينج؟ ماشي. شايفين القلم ده صغير ازاي؟ لو ضغطت عليه من النص ماشي، لو ضغطت عليه من النص كده هيكسر عند الحمل مثلا خمسه مثلا ونفترض. لو طولت نفسه بنفس الماتيريال مش هبقى اضعف لو ضغطت عليه؟ صح. بيحصل حاجه اسمها باكلينج. عارفين الباكلينج؟ فيحصل انحناء، هيبقى سهل سهل التاني، سهل الكسر. فطول كل ما زادت ال كل ما الايه؟ السترينث قل. تمام؟ زي المسطره، المسطره طويله، المسطره دي لو قصيت منها حته صغيره كده وحاولت تضغطها هتديني معاك؟ هتعمل انحناء؟ لا. لكن طويله لو ضغطت عليها هتروح عامله باكلينج، انحناء كده. فاهمين الجزئيه دي؟ حجم العينه، كل ما زاد حجم العينه كل ما ضعفت. ليه؟ لان كل ما زاد الحجم كل ما الشوائب بتكتر، والشوائب بتكتر تضعف الماده. خواص الميكانيكيه بقى عشان ناخد عليها مساله. ماشي؟ عندنا القانون الاساسي اللي بنحل بيه، احنا عندنا بنحسب للمواد دي حاجه اسمها السترينث. يعني ايه سترينث؟ قدره تحمل الماده للتشكل حتى الكسر. قدره تحمل الماده للتشكل حتى الكسر، يعني ايه؟ انا لو عايز اعرف الماده دي تحمل بيندنج قد ايه يبقى اسميها اقول لك ايه؟ اقول لك السترينس بتاعها كام. هتقول لي السترينس بتاعها، انا كده عرفت قدره تحملها، فعلى اساسه اقدر احدد هل هتنفعني ولا لا. السترينس ده بيتحسب ازاي؟ بحاجه قانون اسمه السيجما. السيجما بتساوي ام في على ار. ايه الكلام ده اصلا؟ ام في على ار. السيجما اللي هو الاستريس ما فيهوش مشكله صح؟ الام اللي هو البيلدنج مومنت. المومنت بيساوي ايه؟ عندنا ثلاث حالات، الحاله اللي تحت ما بتجيش ورا الثانيه، في الاغلب ما بتجيش الاثنين. اكتر حاله بنتعرض لها هي الحاله الاولى. المومنت هنا بيساوي ايه؟ البي في ال على 4. هو يجي في الامتحان يقول لك البي مثلا ب 10 ومعاك طول العنصر بكام؟ ب 100 100 مللي مثلا. يبقى المومنت بيساوي ايه؟ ده 10 وطوله 100. الام بتساوي بي في ال على 4. دي ب 10 ودي في 100 ب 100 اللي ب 4 كده طلعت من هنا ايه؟ المومنت. كده طلعت اول ايه؟ حاجه معاك. الواي ماشي؟ عندك القطاع الدائري الواي ده المسافه من نيوترال اكسس اللي هو منتصف العينه لحد ايه؟ الحفره اللي هي دي الواي. لو عندك الدايمتر ب 20 يبقى الواي بكام؟ 10. لو مربع وطول ضلعه 10 يبقى الواي بكام؟ 5. مشكله؟ الواي ده الارتفاع من النص لحد الان. الاي حاجه اسمها مومنت اوف انيرشيا. الاي بيساوي كام؟
لو العينة دائرية بيساوي باي على 64 في الدايمتر أس 4، ولو العينة مستطيل بيساوي البي في الاتش بتاعت اي على 12. يعني البي طول الصغير طول الكبير على 12، ماشي؟ العرض طول الكبير على 12، فهمتوا؟ موازي بتاعت تعيب على 12. يعني لو العينة اهي ادي المربع اهو، بس بقولكم ادي البي وادي الاتش، تمام؟ يبقى الاي بتاعته بتساوي ايه؟ البي في الاتش تقريبا على كام؟ على 12. لو مربع البي زي الاتش، تمام؟ هيبقى او ممكن تحطها اتش اس 4 او بي اس 4 لان الاثنين نفس البي. فهمتوا الواي ايه والام ايه والاي ايه؟ ماشي؟ اخر حاجه قوانين، عشان في عندنا حاجه اسمها البروبوشنال ليميت، ليميت ام بروبوشنال والام ماكسيمم. يعني ايه بروبوشنال؟ بصوا اي ماده لما بتتعرض للحناء بتبقى في الاول مرحله بتاعتها مرحله خطيه، ماشي؟ ده شكلها مرحله خطيه، تمام؟ عشان كده النقطه النهائيه عندها بتسمى ايه؟ البروبوشنال ليميت، نهايه المرحله الايه؟ الخطيه، خط النهايه في المرحله الخطيه، تمام؟ يبقى لو عاوز احسب الام بروبوشنال هاخد انهي بيه؟ البروبوشنال، مشكله؟ بعد كده الماده بتبدا تزيد لحد ما توصل للماكسيموم، وبعدين تحصل لها انهيار. فلو عاوز احسب الماكسيموم ام ماكسيموم هاخد انهي؟ البي ماكسيموم اللي هي فوق. عاوز احسب الام فيلير هاخد اخر بي، مش مشكله؟ تمام؟ موضوع بسيط اهو. بعد كده عندنا حاجه اسمها الريزيلينس، ماشي؟ قدره الماده على امتصاص الطاقه خلال مرحله المرونه. ايه الكلام ده؟ الماده دي لما بتتعرض لحمل الانحناء او لما بتتعرض عليها الحمل بتمتص ايه؟ الطاقه، صح؟ عشان كده بيحصل لها كسر، ما بتمتص الطاقه، فعشان كده بعد كده بيحصل لها كسر او بيحصل لها انهيار، ماشي؟ المرونه دي ايه بقى؟ هي مقدار قدره الماده على امتصاص الطاقه خلال مرحله الايه؟ المرونه. اي مرحله مرونه اللي هي هو الحته دي مثلث، صح؟ صح ولا لا؟ عاوز احسب مساحه المثلث ايه؟ نص كل بعد الارتفاع. نص دي احنا قلنا دي بي بروبوشنال، صح؟ الحته اللي تحت دي الاستطاله اللي حصل او الديفليكشن اللي حصل، الدلتا اللي حصل، الهبوط اللي حصل في الماده، ماشي؟ دلتا ايه؟ بالنص في الدلتا في البي هيطلع لي ايه؟ ريزيلينس، ماشي؟ ممكن يقول لك عاوز حاجه اسمها مودلس اوف ريزيلينس، هنقسم على الحجم بتاع العينه، تمام؟ لا حجم العينه يعني ايه؟ لو دائريه الاريا في ال، ولو مستطيل الاريا في ال. حد مش فاهم حاجه؟ التفنس بقى، التفنس بقى باخد مساحه الشكل كله، مقدار الطاقه اللي بتمتص حتى الكسر بقى لحد النهايه بالتقريب، ماشي؟ تلتين مساحه المستطيل، تلتين مساحه المستطيل هي مع المنطقه دي اللي هي تلتين الحته دي، ماشي؟ يبقى تلتين الماكسيموم في ايه؟ الدلتا ال ماكسيموم، البي ماكسيموم في الدلتا ال ماكسيموم، تمام؟ يبقى حتى الكسر. ايه تاني؟ بس كده اخر حاجه عندنا المودوس اوف الاستيستي، معيار المرونه، معيار المرونه. عارفين المودوس اوف الاستيستي خدتوه قبل كده ولا لا؟ طيب المودوس اوف الاستيستي دي يعني مقدار مقاومه الماده للتشكل المرن. يعني ايه؟ يعني الماده لو مش مرنه مش هيحصل لها تشكل، يبقى ملهاش مودوس ايه؟ اوف الاستيستي، تمام؟ بيساوي ايه في الحاله دي؟ الاي بيساوي، عشان تبقى حافظين بس، الاي في حاله الدي او دي، البي في ال اللي تقعيه على 48 دلتا ار، ماشي؟ والاي في حاله الكانتريفر بي في ال تقعيب على 3 دلتا ار. ايه الكلام ده؟ البي معانا عارفينها، ماشي؟ احنا عندنا بنفس المدرسه في الاستسلي، يبقى انهي بي؟ بتاعت الاستسلي اللي هي انهي؟ البروبوشنال. في مشكله؟ ال ال تقعيب الطول بتاع العينه هيكون من 3 48 رقم سالب، الاي عرفنا بنحسبه ازاي؟ عرفنا بنحسب الاي ازاي، صح؟ ولا ما عرفتوش؟ ايوه حسب. اللي هي بقى 64 في دلتا اس 4 او اخر حاجه الدلتا هيكون مديها لك في المساله. هيقول لك مثلا ان البي بتاعت البروبوشنال مثلا هيديك جدول كده زي ما هنشوف دلوقتي، ويديك البي بروبوشنال بتساوي كذا، والدلتا اللي قدامها مثلا بتساوي 5 وهنا 10. يبقى دي البي بروبوشنال وادي الدلتا ايه؟ بروبوشنال. في مشكله؟ ده شرح البيت.
ماشي هتدي مسألة وخلاص. بيقول لك التمبر بيم اوف سيركلر سيكشن 5 سم دايمتر. تمبر طول الدايمتر بتاعه بيساوي 5 سم. الدايمتر بتاعه بيساوي 5 سم. دي 5 سم. وطوله بيساوي 40 سم. يبقى كده معانا ال معانا ال. هنقدر نحسب ايه؟ الاريا باي على 4 في الدايمتر الخلفية. الاي باي على 64 5 اس 4 تمام؟ كده قدرنا نحسب الايه؟ الايه والاي ماشي؟ أول حاجة بيقول لك ايه؟ ارسم لي العلاقة بين البي والدلتا، مديك البي والدلتا تمام؟ ارسم بيقول لك ارسم لي العلاقة بين ماشي؟ متوقعين شكل العلاقة ايه؟ علاقة كده عشان لو مش علاقة خطية وبعد كده ايه هنحصل تمام؟ ده شكل العلاقة هترسموها هتطلع شكل تمام؟ أول حاجة أنا عشان أعرف البروبوشنال ليميت دي فين؟ البي بروبوشنال أحسبها ثانية أحسب بالظبط أحسب الميل صح؟ الميل أول ما نغير يبقى النقطة دي إيه؟ طلعت بره العلاقة الخطية. هتقسم ده على ده، ده بره دي نقطة الصفر مش هقسمها، ده على ده هيساوي ده على ده، هيساوي ده على ده. بعد كده هيبدأ يختلف الناتج. إذا النقطة اللي حصل عندها نهاية الثبات اللي هي النقطة بتساوي كام؟ 1.25 ماشي؟ فاهمين النقطة دي؟ المفروض نقطة بس على حسب. أول حاجة بيقول لك احسب لي الستريس ات بروبوشنال ليفل، يبقى الستريس هيساوي إيه؟ السيجما بروبوشن هيساوي ايه؟ الام في الواي على الار. الواي معانا اللي هي نص الخمسه، 2.5. في مشكله؟ بس ناخد بالنا من التحولات ماشي؟ الام معانا بكام؟ بي في ال على 4. طالما ما قالكش 4 بوينت لود يبقى اشتغل 3 بوينت لود، طالما ما قالهاش. تمام؟ هو على طول بيبقى جد. البي بكام؟ بروبوشنال 1.25. هنا طن عاوزين نشتغل بروجرام ماشي، عاوزين نضرب في 1000 كمل كده مش مشكله. ال ال بكام؟ 40 ولا 4 عادي الواي 2.5 الاي حسبتها من هنا بقى 64 في ضغط بسرعه تمام. بعد كده بيقول لك احسب لي المودرس اوف الاستيستي. المودرس اوف الاستيستي قلنا اي واحد يساوي النص ماشي؟ نص ده ثانية واحدة. البي في ال انت جايبها 48 دلتا ار ماشي؟ البي في ال انت جايبها 48 دلتا ار اللي هو ده. البي معانا بكام؟ 1.25. ال ال تكعيب بكام؟ 40 تكعيب 48 في الدلتا ار الدلتا بكام؟ 1 مللي بس لاحظ التحويل يا شباب هنا مللي ماشي؟ هنا منها حول كل الدايمتر برضه ده الاي معاك تمام؟ البي في ال ال تكعيب على 48 في الدلتا اللي قدام 1.25 في الار. بصوا يا جماعه عشان تبقوا فاهمين هو مش حاسب القسم ده على ده بيساوي ده على ده كلهم زي بعض. يبقى انا لو حطيت مكان 1.25 شلت لو حطيت 1.8 بيطلع نفس الناتج. ليه؟ عشان الودان بالظبط عشان الاستيستي حتى الاستيستي علاقه خطيه. ما انا لو شلت الاثنين وغيرتهم بدول هيطلع تمام وشلت غيرتهم بدول هيطلع تمام. يبقى اذا المدرس الفلسطيني بيحسب في اي مكان خلال المرحله الخطيه تمام؟ مدرس اوف رابشر يعني مقدار معامل الكسر. الكسر في انهي بيه؟ الماكسيموم. هتاخد البي الماكسيموم اللي هي هنا 2.6 دي هتضربها في ال على 4 يعني هنشيل البي دي اللي هي 1.25 دي هنحط مكانها 2.6 بس كده في ال 40 على 4 وباقي كل حاجه زي الفل تمام؟ مودرس اوف ريزيليانس انهي واحد؟ النص في البي بروبيشنال في الدلتا ال بروبيشنال او السي او السي الدلتا بروبيشنال مساحه المثلث يا شباب مش دي 1.25 احلى واحد اساسا عندها ثبات؟ صح؟
ودي التالتة يام كام؟ واحد. والبيل بروبورشنال بكام؟ واحد وربع. يبقى نص واحد وربع في واحد هيطلع لنا ايه؟ الريزيلينس. تمام؟ اخر حاجة بقى بيقول لك ايه؟ بقول لك ايه بقى؟ بيرسم البيلدينج البيلدينج ستريس ديستريبيوشن اون سيكشن ات 10 سم فروم ذا سبورت وين ذا لود از 1 طن. عاوز يرسم الستريس ديستريبيوشن ماشي. هو الطول كله كام يا شباب؟ 40 سم صح؟ الطول كله كام؟ 40 سم. عاوز يرسم الستريس عند كام؟ عند 10 هنا كده يعني كده بالنص يعني ماشي. ده لو عاوزين نحسب الموضوع هنا بقول لك 1 طن. هو بقول لك عند الحمل بحمل 1 طن يعني هو شال الحمل اللي موجود قال لك عند الحمل 1 طن. لو عاوزين نحسب المومنت بكام في النص اقصى حاجه المومنت قلنا المومنت بيساوي كام؟ بي في ال على ايه؟ على 4. فالمومنت هنا كام؟ 40 على 4 500 كيلو جرام صح؟ عشرة آلاف كيلو جرام اللي هو 10 طن تمام؟ 71 على 4 كام؟ 10 تمام؟ انا عاوزه بقى هنا المسافه هنا كام؟ كلها 20 سم في النص يبقى في نص المسافه هنا كام؟ نسبه وتناسب بكام؟ 10 5 5 مش جاي 5 معاكم؟ 5 صح؟ تمام؟ ما عرفتش تحسبها كده، فلنفترض ما قالكش عند 10 سم، قال لك عند 7 سم، تحسبها ازاي؟ مش ده 1 طن؟ ايوه. طب لو حاطط هنا نص وهنا نص، بضربه في 10، يطلع لي المهم التاني، قوة في ذراع العسل. فهمتوا؟ ماشي؟ لو حطيت هنا نص وضربته في 10 تطلع كام؟ 5 صح؟ انا بقول لك عشان لو هو ايه؟ قال لك احسب لي الاستريس عند الاستريس هيساوي السيجما بتساوي ام في على ار، الواي والاي ثابتين. والام طلعها بكام؟ بخمسه. قلت الخمسه هنا؟ طلعت الاستريس. حد مش فاهم حاجه؟ انتوا مصدومين ولا فاهمين ولا ايه؟ عمالين. عشان محدش فاهم يقول بس. المسائل اللي فاتت كلها متكرره. نفس طريقه نفس القوانين نفس الحاجة.